عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يبقى سبب إهلاك هذه الأمم كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. زي مين؟ زي عاد وثمود وبنو إسرائيل. بنو إسرائيل جادلوا الله في بقرة، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، إن البقرة تشابه علينا. قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. وقالوا لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وقال الحواريين لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبنو إسرائيل قوم جدليين على طول، كل حاجة عندهم جدال 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 جدال. هم قوم سمعنا وعصينا، وإحنا كمسلمين قوم سمعنا وأطعنا، نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجادل مثل ما جادلت بني إسرائيل ربها وموسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.